طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. تفضل يا عامر لتستلم الشيك بمبلغ 5 ملايين ريال مكافأة المساهمة في القبض على سفاح منفوحة. كم يا عامر؟ كنزل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنزل؟ زين انك قومتني باخر الحلم يبا، حلمتني مسكت سفاح منفوحة وعطوني مكافأة. حلم الضبعة كم سلمس كم؟ أبوك التحطيم. دحين أنت مسكت السفاح؟ قام يا واجب على هرش فاضي. ليه يعني؟ ما نبكفو؟ مين أنت بكفو؟ أقول المرة الجاية تغطسين ونام أحسن لك. يا ورع أنتو يا، أنا أحلامي بطولات وأنتم حققوا أحلامكم بالكود والبلايستيشن، وحلمي ذا أبا حققه. يا ابو هذا سفاح ما يلعب. عامر عامر انا معك. صاحي انت الثاني. يمكن يطلع كلامه صحيح، لا تضيع علينا الملايين. كفو يا كفته، خلهم هم يلعبون بلاي ستيشن وحنا نلعب بالملايين. يا حرام، بذوره في سن الزهور راح يروحوا ضحيه للسفاح عشان الفلوس. الخبر يقول مكافأة 5 ملايين ريال لمن يدلي عن معلومات تؤدي للقبض على السفاح. أقول لك حنا بنطرح السفاح براسه، تقول تدري بمعلومات؟ يا بوي أنا شايف كل شيء بالحلم. شوف شو يقول السفاح. يا سبك، مو بكل شيء تشوفه بالحلم يتحقق. يا بوي خليه، ما ورانا شيء. يقول لك أمشي ورا الكذاب إلى باب بيته. أمشي ورا الكذاب، أنت قلها زين بعدين تعال تكلم. شكلكم ما عرفتوا عامر زين. اخوي نبي شقه نحصل في العماره عندك. والله ما في شقه اخوي، ما في شقه سكن في العماره. يا اخوي حنا ندور لنا على غرفه شقه فيلا، عندك شيء هنا بالبيت؟ ما في. اخوي احصل عندك سكن شقه غرفه اي شيء. رحنا منه ومنه ما لقينا شيء. قلت لهم هذا سفاح بلا رحمه لكنهم بلو ما يطاوعوني. طيب عزوز انت ليه تركتهم؟ حبيبي اتركهم واترك ابوهم كمان. حبيبي الصاحب اللي يوديك على المشاكل هذا عدو، عمره ما راح يكون صاحب. وبعدين رايحين يجروا وراء حلم عامر. خلينا نشوف نهايته من نهاية احلامه. مادي هلا، شو بغيتم؟ البيت للإيجار؟ لا حبيبي مو للإيجار. يا ابن الحلال تكفى فزعلنا، صار لنا 5 ساعات ندورنا على بيت. يا ابوي يقولوا عندك بيت ثاني فاضي، خلاص أجرنا إياه وترى بخشم الريال. تبي الصدق؟ أنا ما بيجار زهجني، موقفي ملبقي مدري وش، خصوصا ذا المهبة اللي يدورون السفاح. بس عامر حلم إنه يقبض عليه. وعامر قوم راح لايمه تحقق. أنا عامر وما حد بيجيب السفاح إلا أنا، وعندنا خطة. أيوه وش ليه إذا مسكته؟ بنعطيك 5%. وش قلت؟ الجريمة الأولى كانت هنا، والجريمة الثانية هنا،
والجريمة الثالثة هنا. يعني السفاح يدور حول المثلث ذا ما يتعداه. شفت الخبر العزوز قاعد يفضحنا بالتيك توك؟ وشو؟ أنا أقول نهون نرجع لاستراحة هزين. وأنا أقول إذا هونتوا بتدفعون إيجار الشقة كامل. يا أبوي ريح أنت وياه، ما إحنا بطالعين من هنا لين ما ناخذ الخمسة مليون. تفهم ولا ما تفهم؟ المهم يا إخوان هذا كفته كل شوية يطلب قسط قسط يا أخي، تعبني يا أخي، خلينا نقبل ونشوف إيش عنده. قفل البت اللي عندك يا أهبل. أيوه هاي كفته. حصلت السفاح يا سبايدر مان. بزر أنت بزر. بلا مبزرة، خلاص طف البث، الحين السفاح يشوف البث يدري احنا قاعدين ندوره. يلا انا كبوت. يا عيال لازم نأمن وضعنا، الوضع مرة يخوف. حط مسمار. هذا راح ارجع يا ستيمه، لا توهجنا مع الناس. انا سمعت صوت جارنا الله يرحمه وطلعت بسرعه وشفت السفاح، لمحته مع الجنب وكل شيء عندي، قلت للشرطه حنا عندنا حلم ونبغى نحققه. نبغاك تقول لنا كل المعلومات، واذا وصلنا له لك 1%. اسمع انا بجيب لك رسام وبيك توصفه له وهو يرسمه. كل هذا 1%؟ خلاص أبعطيك 3%. وش قلت؟ تم مشينا يا عيال. تعال أنا قد شفتكم هنا بالحارة، وش عندك؟ مشينا. يا أخوان هذا سفاح يقتل بلا رحمة، هدفه شغل الشاغل اللي يقتل الناس في المتعة. 3 أنفار قاتلهم ولسه قابل للزيادة، قلبه ميت. تخيلوا يا أخوان يقتل الناس للتسلية فور فن. وعامر هذا مصدق نفسه بيجري وراء يبغى يجيبه ولا دوبه؟ والله دوبه أنت، وش عندهم ذولا؟ عموري أنت بتحرجني مع أبناء العمومة، أعرفك عليهم زكي كنبة، سمير دقر لي، محمد صف الدقيق، أم عاد ذا صف الدقيق. إيوه صفو الزبدة. أنت للحين تعرف ترسم؟ سؤالك ده أحسه ملغوم، ليش تسأل؟ يا ابن حلال لا تشدها، أبيك تروح معي منفوحة في واحد بيوصف لك السفاح وبيك ترسمه. توكل توكل على الله، بس بطلنا الأمور دي إحنا. شف إذا رحت معي ورسمته أبعطيك 1,000,000 ريال. أرسم وأرسم أبوه. أنت من أنت؟ أنا زكي كانبا. أقعد 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 الله يصلحك، أنا أكلم خويي. تايا كم كنكا، تايا كم كنكا، بدون مشاكل يا أخي. أسمع يا عموري، أنا بموافق، بس بشرط بدل 1,000,000 تصير 2,000,000، لأني راح أضحي بنفسي وراح أستخدم موهبتي في الرسم. إيه سلامات، تبي تزرفني أنت بتزرفني؟ تستهبل أنت؟ شو لوحة فان جوخ وكم تنباع؟ أقول هد هد عيتو ها، لا تشدها، هذيك لوحات فان جوخ. وهو مشكلة أبعطيك يا عزوز 1,000,000، بس تدزها معي الحين.
حلو كثير. 3 انفار شافوا السفاح، صحيح؟ صحيح، بس كل واحد شافه من جهة. تقدر ترسمه؟ أرسم وأرسم أبوه كمان، بس أهم شيء أجلس معاهم هذول اللي شافوه وصفوا لي كويس. عرفت ذا؟ متأكد؟ إيه شيخ متأكد. أشبه واحد اسمه سعدون ساكن في الحارة. كذا أبشر بالخمسة بالمية. هذا بيته عيال. مع عائلة؟ لا الحالة. عزة الطرف. هذا هو؟ إيه هذا هو يا جماعة، هذا شكله مجرم. نفس الصورة، كفو مرزوق. يا أبويا هالوضع ما يطمنينا، أنا خايف الصراحة. أستأذن. أجل تبي مليونين باردة مبردة يا تنكة، عشانك رسمت لك صورة يا بيكاسو. حبيبي أنا حق أخذه كامل مكمل، مو عشان لقيته رأي الصورة سوى حركات تسحب عليا. تبي الدراهم؟ اللطع بذا. واضحة وصريحة، دام اشرى الساطور معناته بيضرب ضربة الليلة. بسأل سؤال، احنا ايش قاعدين نسوي هنا؟ نروح نراقبه ونمسكه متلبس؟ لا، هو دايم يسوي جرياته بعد الساعة 12. الساعة 11 ونص الحين ما بقى شيء، وش نزين؟ اجل مشينا عيال، بس وشو؟ نلتزم بالخطة. معنا يا نمس بوند، وانت عزوز معنا. لا انتوا روحوا، معكم الرحمن، انا همتي انتهى. هذا نظامك، خلك. يلا عيال مشينا. الو ايوه زكي كنبه، اسمع ابغاك تجيني ضروري، ها برسل لك لوكيشن. تعالي انت والعيال ضروري، أمانة تعالوا. يلا سلموا لي. وش السالفة؟ إيه وش ذا الحظ؟ شكل الحارة كلهم قفطوه. تأخرنا حنا. قلت لكم نطلع بدري، ما سمعتوا كلامي. مشينا يا عيال. وش السالفة يا حبيب؟ السفاح. ايه هدري مسكوه؟ لا، قتل المسكين سعدون. أم عاد من جدك؟ ايش اجل بمزح معك خويك انا. يا أخوان أصبروا، هذول هم اللي كانوا يراقبون سعدون، وأكيد هم اللي قتلوه. إيش بتسوي بالفلوس يحسوا يا حبيبي؟ الله يزكي كنبوة، 5 مليون كتير. المليون الأولى أشتري بس سهر لنفسي فيها،
والمليون الثانية سوسو حبيبة قلبي وفؤادي، جارتنا في حالة يمن، أروح أتزوجها على سنة الله ورسوله ولا شيء؟ شيء خلي رايح جاي، إنما باقي الفلوس أحطها في الأسهم في العقار حاجة زي كده. دائما متوقع كنت إنه الرسم هذا راح يفيدني. بس لا تنسى أصحابك يهو، دايم وجهك وجه خير علي وعلى أهلي حبيبي. أكيد ما تشوف مني إلا كل خير، أستنى بس أنت. سلم نفسك المكان معاذر أسي. أنا أعترف أنا اسمي عبد العزيز، بس أنا ما لي علاقة، ما لي علاقة بعامل والعصابة حقته، هم اللي يقعد يحلموا ويروح ورا حلم، أنا ما لي صلاح، أنا اللهم إني رسام بس أرسم، وحتى رسمي يعني مو قد كده، ما 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 أجيد الرسم أنا. أمشي قدامي حرر. أقسم بالله والله إني ما أعرف أرسم، بس أمي دائما تمدح رسمي وتقول لي رسمك حلو، كله من عامل أبو الأحلام. بس خلاص خلاص خلاص، أدخلت وياه. ايوه هذا هو، هذا هو ابو الاحلام. ما شاء الله عليك انت وياه، ماخذين دور الشرطه ها؟ والله ما قتلناه طال عمرك. عارفينكم ما قتلتوه. طيب ليش ماسكيننا؟ تراقبون الناس وماخذين دور الشرطه بعد وتسال؟ بس انتوا قلتوا اللي يقبض عليه ياخذ 5 ملايين. قلنا اللي يدلي بمعلومات عنه مو اللي يقبض عليه. اسفين طال عمرك، احنا تحمسنا شوي وهجت بنا، اعتبرنا مثل عيالك غلطنا، لكن انا لك علي باللغه العربيه، وش معنى يدلي؟ يدلي يعني يعطي، يعني يزود معلومات، ما هو تقبضون عليه؟ اسمع انت وياه، لآخر مرة أقولكم لا عاد أشوفكم في المكان ذا، فاهمين؟ أبشر طال عمرك، لو تبي نشد من الرياض كلها روح للقصير، أنت أومر بس، والحين نضف أغراضنا. قال أحلام قال، يا شيخ سري لك بأحلامك اللي ما تنفع، كنا بنروح غلطة بسببك أنت. إيه لا تنفخ، لا تنفخ، ما حد ضربك على يدك انت وياه وقال لكم تعالوا. انا الغلطان اساسا اللي اسمع كلامك، اصلا ما عمري شفت لك حلم يتحقق. حبيبي انت هو قايل لكم لا حد يسمع كلام الاهبل ده، ما صدقتوني. احترم نفسك ولا تقول اهبل ها، عض على شحم. حبيبي انت اللي عض على شحم. بتجدك بتجدك ورق شفت يا عيال، انت وياه يا عيال ايش فيكم؟ لا تنسون ترى قربنا من الهدف. اي هدف يا ابو هدف؟ خلاص لا تكثر كلام، فلوس الأجار بنعطيك إياها. عامر ترى السالفة مو سالفة إيجار، الصورة ذي صورة السفاح، أنا عارف واحد ثاني يشبه المرحوم، هذا مجرم وخريج سجون يا عيال، ولكن اليوم بنجيب. حبيبي أنت كمان حالم ولا إيش هرجتك؟ لا يا عيال مو حلم، حقيقة ذي. بس اصبروا علي ليلة واحدة بس، لا تنسوا الخمسة ملايين. طيب أنا بجلس، بس البزر ده ما أبغاه هنا. يا ليل الليل، أنت الظاهر تبي كف ثاني ولا وشو ها؟ عامر خلاص أنت تمشي، بتنام عندي اليوم، امشي. تفضل يا حبيبي، تفضل ارتاح. بيت بيتك ها؟ أي شيء تبيه أنا تحت أمرك، لا تستحي. شكرا حبيبي مرزوق، يعطيك العافية. نوم العافية يا كبير. عافيك. خاصة ويا عقب ما ياخذ ولا ريال. لا 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 كذا عيب، الرجال رسم وتعب وانت وعدته، اعطيله حقه. وله ليله ياخذ، اجل يزمر على ود عمي. انا مع العيال، اجل حنا اللي نتعب ونروح ونجي وهو يسحب علينا ويروح. وانا في ان نصيبي؟ تونا ما استلمنا شيء، خلاص نصيبك بيجيك، لا تشدها. مرزوق، مرزوق أبو بويا.
طبعاً أخوان بعد الاستعانة بالله ثم جهودي وقوتي وصرامتي وشجاعتي تم إلقاء القبض على السفاح الجائر في الأحياء. أخوان أنا من أول داري إنه مرزوق هو السفاح. أنا رحت رمت عنده متعمد يا أخوان عشان أقفطه. طبعاً أنتوا ما تدري سعادة المذيع لما مسكته إيواني وين تبكبك قاعد يتبكبك وما في إلا كف باليمين وارده تاني باليسار ركبه منا امسك لا تمسك قاعد تبكبك سعادة المذيع. المهم وادق على الحكومة اللي جاوا لبوا النداء وهلقوا القبض عليه. عزوز البطل يملك 5 ملايين ريال، ماذا سيفعل بها؟ راح اشتري لي عمارة في المسفل عندنا في مكة واجرها للمعتمرين. شكرا للبطل عزوز. يلا سلموا لي. سوف نتابع ما تبقى من التغطية للقبض على سفاح مفروح. ياهو ياهو يا عزوز، طب احنا خويانك ايش لنا؟ حبيبي ما لكم الا ادفع لكم ايجار الاستراحة سنة كاملة. اما انت يا عامر راح اشغلك صبي عندي ثم الايجارات حقت مكة كيك مكنك. I'm not afraid.